أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء تقدما كبيرا في محافظة الجوف، حيث تقدمت قوات الشرعية في ميمنة وميسرة مديرية الغيل عقب مواجهات عنيفة مع القوات الموالية للحوثيين والمخلوع. وقالت مصادر صحفية أن الجيش والمقاومة وصلا إلى وادي قويحش في المديرية واستولت على عربة حوثية وعليها عدد من جثث قتلاهم الذين سقطوا في مواجهات اليوم. وتواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجوف بعشرات الدوريات التي تقل مسلحين وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة أيضا. معي للتعليق على التطورات في الجوف السيد حسين المظفري، مستشار محافظ الجوف. سيد حسين أهلا بك. أهلا بك. نعم سيد حسين، لو تفصل لنا أكثر آخر التفاصيل المواجهات العسكرية في الجوف والتطورات من أمس إلى اليوم. الحمد لله، من امس الى اليوم هناك انتصارات كبيره حققت في جبهه الغيل بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش الوطني وابناء المقاومه الشعبيه. وقال هناك الحمد لله استطاعت المقاومه الشعبيه اسقاط عدد من المواقع التي كانت حوزه الحوثيين وقوات عطاش المخلوع. نعم. وهناك الحمد لله الامور تجاه عدد من المصاب وانتصارات كبيره حققت على الارض الواقعيه. طيب اين هذه التطورات؟ ما هي المناطق التي حدثت فيها اشتباكات وتغيير في المواقع؟ اقصد هل تقدمت المقاومه؟ هل حافظت على اماكنها؟ ما الذي تم بالضبط واين؟ الحمد لله هناك تم هجوم صباح هذا اليوم من جنوب منطقه الغيل، والحمد لله هناك تم سقوط عدد من نوبه السويخه ونوبه صابر، وهناك موقع الباحث تم الحمد لله عودتها الى الشرعيه، وهناك انفراج على الارض موجوده عده مواقع، ولكن هذه التي حدث الى الان وما زالوا محاصرين في مديريه المديريه. نعم سيد حسين، يعني هل هناك أقصد تطور أدى إلى اشتعال فتيل المواجهات من جديد؟ هل حاولوا التقدم؟ هل حاولوا السيطرة على مواقع كانت بأيدي المقاومة؟ وما هي النتائج؟ هل استطاعوا خلال هذه التطورات إحداث أي شيء لمصلحتهم؟ هو بالنسبة لنا بعد انتهاء المفاوضات التي في الكويت والتي سبق وتحدثنا فيها وبفشلها، وأن الأمور لن تحسب إلا عسكريا، كانت هناك نقطة صفر تمثلت في هذه النقطة الانطلاقة، تمثلت في جبهه الغيل، وكانت هناك استعدادات تجري على قدم الوساد، وتزامن هذا مع عوده المجاهد البطل الكبير الشيخ حسن أكثر الى ارض الجوف والى ارض المعارك. نعم. والذي يقودها هو زملائه من قاده الالويه العسكريه اللواء 101 وغيره من قاده المقاومه الشعبيه، وهذه كانت نقطه انطلاقه، وبالفعل تزامن هذا ما تم الاستعداد له، وكانت نقطه الصفر اليوم صباحا، والحمد لله تم الهجوم من جنوب الغيل من اسفل الجبل، والحمد لله تم مثل ما قلت نوبة الصبيخه ونوبة الصابر والموقع الباحث تمت استعادتها للشرعيه، وهناك عدد من القتلى والاسرى والجرحى تم نقلهم الى مستشفيات الجوف، مستشفى الجوف ومنهم من نقل الى مستشفى مارب، وهناك حتى اسرى من الحرس الجمهوري كانوا يعني في المستشفى تم علاجهم واستغلت حاجته وتم نقله الى مستشفى مارب العام. طيب حسين، منذ بداية إعلان الهدنة في العاشر من إبريل المنصرم والتطورات في الجوف لا تكاد تتوقف، تحاول الميليشيات وقوات المخلوع المرة تلو الأخرى بالاختراقات عبر السيطرة على أي نجاحات في الجوف تحديدا، تكثفت هذه الاختراقات من طرف الميليشيات. ما هي الاستراتيجية التي كان يتعامل بها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لصد اختراقات هذه الميليشيات خلال أكثر من شهر منذ بدء إعلان الهدنة؟ اخي الكريم، منذ بدايه اعلان الهدنه وقد سبق ربما تحدثنا مع قناتكم ومع احد القنوات، لم يلتزم الحوثيين باي هدنه او اي وقت لاطلاق النار، وقد سبق انه في يوم واحد فقط من ايام الهدنه تم اكثر من 15 اختراق. سياسه الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه كانت سياسه ضبط النفس والالتزام بتوجيهات القياده الشرعيه المتمثله في الهدنه واطلاق النار، الا المواضع التي يتم استدعاء الرد فيتم الرد بقدر ما هو يتم الهجوم، ولكن كانت تستخدم سياسه ضبط النفس، ولكن في المواقع التي يحتاج عليها الرد بقوه كان يرد من قبل الجيش والوطني والنظام الشعبيه بكل بساله وبكل متطلب الامر. طيب حسين، يعني الان اوكي مثل ما ذكرت انه كان يضطر للرد دفاعا عن النفس ولتامين مواقع، الان حاليا وفق هذه التطورات الاخيره في اليوم هذا، هل الجيش الوطني الان وفق هذا التقدم امن جبهته الاماميه ام انه مستمر في التقدم كي يمنعهم ايضا من تكرار اي اختراق؟ الان التقدم الذي يحدث الان في جبهه الغيل وفي ان شاء الله في الجبهات الاخرى
هو تقدم استعادة المواقع التي مع الحوثيين وعودتها إلى الشرعية، ليس تقدم دفاعي أو تقدم في انتظار الدفاع عن بعض المناطق، أو هو تقدم لعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وربما تكون نقطة انطلاقة بدأت فعليا اليوم من الغيل، وسوف تكون شرارة إلى كل الجبهات بإذن الله. نعم، تتحدث أيضا الأخبار عن وصول تعزيزات بشكل مستمر لهذه الميليشيات، من أين تأتي هذه التعزيزات وهل ترصدها قوات الجيش الوطني وكيف يتعاملون معها؟ أخي الكريم، منذ سقوط نقطة الصفراء أصبحت الإمدادات أخف كثير، ولكن ما زالت هناك بعض الطرق مثل طريق أرحب أو غيرها يتم دعمهم الميليشيات، ولكن طائرات التحالف كانت لهم بالمرصاد، أمس تم الضرب بطائرات التحالف واليوم هناك عدة ضربات موجعة وجهت لهم، فالامور ان شاء الله باذن الله ركزت ان الامور في جبهه الغيل هي نقطه بدايه باذن الله حقيقيه وانطلاقه حقيقيه لعوده كل المناطق الى حضن الشرعيه والى حضن ابناء الجوف بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش الوطني وابناء النظام الشعبيه. نعم، مستشار محافظ الجوف حسين المظفري كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. اعزائي المشاهدين، الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه من حديث المنتصف، نلتقيكم غدا في حلقة جديدة وإلى اللقاء.